الموسيقى لغة الروح، وبالتراث نحافظ على الهوية، وبالحب نتشبث بالأرض. هي عبارات رددها الفنان سامر كابرو، والذي يعود للمرة الثالثة خلال سنة بعد غيابه عن سوريا بسبب المجموعات الإرهابية المسلحة، فكان سفير المحبة في بلاد الغربة. اليوم عم نصور كليبين تانيين بمدينة القامشلي، لأنه حابين أنه يكون نبض الحياة مستمر بالمدينة من جميع الأطياف. طبعا القامشلي مدينة الحب، وهي عطت كتير لأولادها ومن حقها أن أولادها يرجعوا لها. عم نصور كليبين لأغنيتين، وهلا نحن بالكواليس برا عم يصوروا، بتعرف الصوت شوي. عم نصور غنولة غنولة، وعم نصور حبينا وجنينا. يعني الناس حابين الأغاني الجزراوية بهاللهجة، والأغاني اللي عملتهم قبل حبوهم الناس، مثل وي وي منك ومثل غيرها. غنى للحب والوطن والجيش، ثالوث الانتماء والمحبة، وعبر سامر كابرو عن حبه لسوريا بأغانيه التي سجلها خارج أسوار الوطن. وخلال تسجيله مجموعة من الأغاني ربط فيها بين التراث والحداثة من خلال الألحان التراثية ومشاهد شعبية تعبر عن العادات والأكلات المعروفة الشعبية للمحافظة عليها. الوطن بتمثله الأم، بتمثله الزوجة، بتمثله أي إنسانة مربية. فالوطن بأغانية معروف يعني كيف بيتمثل، لكن كمان الفرح ضروري. يعني مو كل أغانينا هي بس أغاني وطنية أو قومية، عنا أغاني شعبية. وحبيت أطلع شيء من فولكلور المنطقة، في كم أكلة مشهورين فيها أهالي الجزيرة جوات الكليب. هلأ أكيد راح تشوفوهم بالكواليس، مثل أكلة الكبيبات، الكتل، والجمعة الناس بالفرح، وهالأشياء التراديشنال كيف بتكون خصوصي بمدينة القامشلي. وأكيد كل المغتربين مشتاقين ليشوفوا أجواء القامشلي بالأفراح. اليوم جاء سامر كابرو وعدد من الفنانين المغتربين إلى القامشلي ليتحدوا الإرهاب الذي سيدحر عن كافة الأراضي السورية بهمة رجال الحق أبطال السوري.